وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد السيد محمد يوسف البن فلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، أكد على ما تتضمنه اجتماعات مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات من مواضيع مهمة وعلى رأسها التغير المناخي ودور قطاع الطيران في إطلاق مبادرات لتحقيق الحياد الكربوني. اجتماع في فترة يمر فيها قطاع الطيران بفترة تعافي من تأثيرات الجائحة، وهو إن شاء الله في طريقة للتعافي التام على الأقل في مطار البحرين الدولي في هذا العام في 2023. العام الماضي الحمد لله كان عام ناجح بالنسبة لنا، بلغت أعداد المسافرين 6.9 مئة ألف مسافر بزيادة 127% من العام اللي قبله. اجتماع المجلس طبعا راح يناقش أمور جدا مهمة، كثير من المواضيع اللي راح يتم نقاشها مواضيع تهمنا احنا في جدول أعمالنا كمطار البحرين الدولي. على رأس هذه المواضيع طبعا التغير المناخي ودور قطاع الطيران في إطلاق مبادرات لتحقيق الحياد الكربوني.